ولسه التصريح ما باتش وطلع لك تصريح تاني لواحد اسمه عادل اديب، ابوه فلاح برضو اصلا يعني، اللي هو اخو عمرو اديب ابن عبد الحي اديب الكاتب الكبير. قال لك ايه؟ قال لك خدوا من الناس بدل متعه، يعني مش متعه لا متعه ان هم يتفرجوا على التلفزيون، بيقول لك خدوا من كل مواطن شهريا ضريبه بدل متعه، عايز ياخد من كل مواطن 30 جنيه. اضرب يا محمد يا مخرج كده معايا الله يخليك 30 في 100 مليون وشوف هيطلع له كام في الشهر. عايز يطلع كده يعني 3 مليار جنيه من غير اي حاجه، ليه؟ عشان حضرتك بتتفرج على التلفزيون. يعني انت يا مؤمن بتفتح التلفزيون تلاقي في وشك احمد موسى ولا محمد الباز وتتفرج عليهم، ده اذا قدرت تتفرج. عايز بقى يخليك تدفع ضريبه اسمها بدل متعه لانك بتتمتع بالناس اللطيفه الجميله دي. تخيل دول الفلاحين لسه بتمد ايدك في جيبهم عشان تاخد. وطبعا لما نيجي نرد نقول يا جماعه هو في كده، يقول لك اه بص على اوروبا، اوروبا بتاخد بدل استخدام التلفزيون. صحيح انا اشهد بده وشفته بعيني، خاصه في اسكندنافيا بياخدوا من الناس ضريبه على التلفزيون وعلى الراديو ودلوقتي حتى على شاشات الانترنت الكمبيوتر. ليه؟ علشان الفلوس دي بتروح يتعمل بيها اعلام محايد، مش اعلام دوله، اعلام محايد مش اعلام نظام، مش اعلام فرد، طبعا مش اعلام سامسونج ولا لا لا خالص. عايز تعمل زي الناس دي انا موافق بس بشرط، وحضرتك بتعمل كده اعمل لي زي الدول دي في كل حاجه. الدول دي لما مثلا بيجي اسره بتجيلها طفل جديد بتدي للام سنتين تقعد في البيت بنفس مرتبها، والاب 8 اشهر ياخدهم وقت ما هو عايز بنفس مرتبه. بيدوهم مساعده سكن شهريه على كل ولد، بيدوهم مساعده للطفل كل شهر، بيعلموهم ببلاش، بيودوهم المستشفيات ببلاش، بيضمنوا لهم مستوى راقي في كل حاجه ببلاش. حضرتك تعرف تعمل كده؟ لو تعرف ندفع من بكره 30 جنيه علشان المتعه، عشان نتمتع بالاستاذ احمد موسى والاستاذ محمد الباز، وهندفع لك 50 جنيه من عندنا. ما تعرفش تعمل كده حط لسانك في بقك وما تتكلمش مع الناس في ضرايب حاجات انت مالكش فيها. هو انت عايز تبقى زي اوروبا في اللي يخصك واللي بيخص الناس؟ عايز تبقى مش هقدر اقول زي الصومال. الصومال بقت متطوره عن حضرتك دلوقتي بالمناسبه. بالمناسبه. تمام. انت مش شبكه عامه، شبكه خاصه نتفليكس ولا ديزني بلس ولا انت مش حاجه من دول، انت اعلام. انت اللي محتاج تكلم الناس بالمناسبه، انت اللي محتاج تسحر لهم زي كل شويه كده وتجيب ناسك وعلى ضيشك وتقعدوا تفتوا للناس وتقولوا لهم. الهاري اليومين دول على ايه؟ الهاري اليومين دول على ان الازمه الاقتصاديه دي دوله ملهاش دعوه بيها، ملناش دعوه، انتوا المواطنين اللي تتحملوها. هسمعك وتشوف دلوقتي، بس خليني اكفي موضوع محمد، موضوع عادل اديب ده اللي بيقول لك الدوله عايزه المفروض تاخد من كل مواطن لا مؤاخذه بدل متعه. والله هو قال كده بدل متعه. انا اعرف حق المتعه دوت نفقه متعه للزوجه المطلقه، انما دوله تاخد من مواطن بدل متعه عشان يتفرج على احمد موسى ومحمد الباز يا اديب مش كده يعني ولا اخوك؟ عموما تعالى نسمع سليم عزوز او نشوف مع بعض رد الكاتب الصحفي المحترم الزميل سليم عزوز. قال لك ايه؟ قال لك عادل اديب اخو عماد وعمر وسلف الاستاذ لميس يطلب فرض ضريبه متعه على المصريين لمشاهده التلفزيون. بسيط، جرب تشفر قنواتك على ان يكون الاشتراك بخمسة جنيه في السنه لكل اسره وبرهان، فاذا كسبت انا الرهان براءه، وإذا خسرته فسأرسل لك حمولة من البيض الأورجانيك لك ولأفراد العائلة. يلا يا عم خليهم شحنتين يا أستاذ سليم، نرسل له حمولتين بيض أورجانيك، حمولة من عندك وحمولة هبعتها له أنا. هنا محمد بيقول له إيه؟ وعندك واحد ضريبة على النفس اللي داخل وضريبة على النفس اللي خارج. ملحوظة، ده بقى عادل اديب اخو عمرو جعوره بتاع البيض الاورجانيك والبسطرمه.
حب يجامل. اشمعنى عمرو؟ والله فعلا يعني هو اشمعنى عمرو يا جماعه؟ الراجل داخل يقول لك خدوا ضريبه متعه على الحاجات الوشوش الجميله اللي حضرتك بتتفرج عليها. طيب ده بالنسبه لكيف تتعامل الدوله او كيف يتعامل بعض المساندين لده. يعني عندك زكي عبدين ده واحد في كادر الدوله، انا ده من النظام. عادل اديب فنان المفروض. فشوف هم بيبصوا للدوله ازاي او لينا احنا ازاي. واحد عايز مننا بدل متعه، والتاني مش عايزنا نفضل فلاحين فياخد فلوسنا ويستلف علينا واحنا نسدد والبهوات تقعد في العاصمه الاداريه الجديده او حتى غير البهوات. انا مش ضد العاصمه الاداريه الجديده بالمناسبه. ولما بنتكلم في اولويات فاحنا عندنا حق. ليه؟ لان الازمه الاقتصاديه الحاليه كشفت لحضرتك لو انت بتفهم ان عندك مشكله اقتصاديه. لو انت بتعاند وبتكابر الله معك، بس مش من جيوب الناس. لان ال 142 مليار دولار الديون الخارجيه وال 5 تريليون جنيه الديون الداخليه، الفلاحين اللي هيدفعوهم يا فندم مش حضرتك ولا سواد عينيك ولا قعدتك البهيه وطلتك الجميله.